حي الله وعد الله النصر للوطن منطح شاي ما دار وجهه ولا قعد من دقة الرماي حي الله وعد الله النصر للوطن منطح شاي ما دار وجهه ولا قعد من دقة الرماي هاي 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 عاشت المقاومة هاي 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 والله هاي الحاسمة وعد الله ذولا والحجي فصل فصال وياهم يتفق أهل هولة حرب لو سالف فتيمنا حياهم والبيهم وفا بالموزمة اتفاق مو يوم حب وعاطفة يوم الرصاص ملاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العلي العظيم نحن الآن في قاطع جنوب غرب الموصل قاطع الشرقاط هنا قوات وعد الله مع القوات الأمنية المتجحفلة وفصائل الحشد الشعبي المقدس بفضل الله من اليوم من يوم الجمعة المباركة وإلى الآن تم تحرير قاطع هذه المنطقة اللي هي طريق الإمداد ما بين تكريت وبيجي والموصل بفضل الله يعني المسافة اللي تحررت ضمن عدة قواطع طبعا وعدة محاور مسافة مباركة وإن شاء الله تعالى انتصار عظيم ومبارك وأيضا من توفيقات الله سبحانه وتعالى أنه كانت الخسائر قليلة جدا وقد لا تذكر يعني بفضل الله لأن القوات الدواعش انهزمت من المنطقة نتيجة لكثافة الطائرات الموجودة طيران الجيش والقوة الجوية والمدفعية المباركة الساندة من الجيش العراقي فبصراحة انهزموا من المنطقة احنا كعمق حررنا تقريبا ما يقارب 5 كيلومتر او اكثر عمق المنطقة اما الامتداد الطول فبفضل الله كبير يعني فقط قوات وعد الله بالافق يعني العرض تقريبا 12 كيلومتر اضافة الى قوات الاخرى المتجحفلة في المنطقة والحمد لله تعالى الحمد لله رب العالمين نحن مستعدين إن شاء الله تعالى يعني هذا المقدمة إن شاء الله لتحرير جزيرة الموصل حتى نصل إلى الحدود السورية إن شاء الله تعالى يعني ببركة الأخوة المقاتلين جميعا من الجيش العراقي ومن الشرطة الاتحادية ومن فصائل الحشد الشعبي إن شاء الله وهذه بصراحة نزفها إلى أبناء الشعب العراقي جميعا ولا أنسى إن شاء الله أنه هذه الانتصارات تحققت مع الذكرى السنوية لاستشهاد الزهراء عليه السلام الذكرى الثانية لاستشهاد الزهراء عليه السلام ونحن تعودنا بفضل الله مع كل مناسبة سواء استشهاد أحد المعصومين أو ولادة أحد المعصومين تتحقق الانتصارات فهذه انتصارات تحققت ببركة الزهراء عليه السلام نزفها إلى شعبنا العراقي إلى أمهات الشهداء زوجات الشهداء أبناء الشهداء عوائل الشهداء أصدقاء الشهداء ودعائنا للشهداء بالرحمة والرضوان إن شاء الله مع أنصار الحسين سيد الشهداء عليه السلام ولإخوتنا الجرحى بالشفاء العاجل إن شاء الله ولجميع المقاتلين بالحفظ والأمان والسلام إن شاء الله حتى يتحقق النصر التام الكامل لتحرير جميع أراضي العراق المبارك التفت الجروح لو قاع يسحق هجنبي لا ما يواطن روح حي الله وعد الله النصر ما يلتفت الجروح لو قاع يسحق هجنبي لا ما يواطن روح هاي 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 عاشت المقاومة هاي 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 والله هاي الحاسمة مو منهم الدور غلب دين الله كان الدافع ما تاجر اسم الحرب برزق الله بمهمطانة طبقوا هنا الصيف بشتة راية تساند راية والما يبيع الذمته ما تقصد الشراية هاي 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 عاشت المقاومة هاي 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 والله
بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الحمد لله رب العالمين. مثل ما تشوفون قوات وعد الله الشباب الرسالي حاليا متجحفل في قاطع جنوب غرب الموصل صحراء الموصل. حاليا بدت العمليات الجمعة الماضية إن شاء الله، وتم تحرير حوالي 6 كيلو والحمد لله والشكر. الانتصارات الحمد لله إن شاء الله متتالية، انتصار بعد انتصار، انتصار بعد انتصار، حتى تحقيق آخر شبر من الأرض إن شاء الله. أقول بزودكم وعد الله صول بزودكم، والنعم منك، وافتخر جندانا من جنودكم. طيب الله أنفاسك. للمناية ما أبالي، الشباب أنا الرسالي. الله. وافتخر جندانا من جنودكم. الله الله. وافتخر جندانا من جنودكم. باردة الدنيا ولكن ما نرد، احنا حجد الله ولا همنا البرد. الله الله. ساهرين على السواتر للصبح تبقى النواظر، والنعم منك. الله يستر ساعة البيه نهد. الله. احنا وعد الله ولا همنا البرد. الله.